السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعاً بحلقتنا السادسة من برنامجنا الأسبوعي أبطال في أكاديمية. في هذا الأسبوع سأرحب بكافة الطلبة الذين انضموا إلينا وانتقلوا من التعلم الافتراضي إلى التعلم المدمج. نحن سعيدون جداً بانضمامكم إلينا ومشاركتنا بكافة الأنشطة التعلمية في أكاديمية قطر الخور. أترككم الآن لمشاهدة هذه الأنشطة مع طلبتنا من الروضة 3 وحتى طلبة التمهيدي بتعلم الحروف وتعلم العديد من الأشياء والمعلومات. أحسنتي. 8 9 شطورة آمنة. ما هذا الشكل آمنة؟ ما هذا آمنة؟ عبد الرحمن قل لي آمنة ما هذا الشكل؟ نجمة. أحسنت عبد الرحمن. شطورة مريم. شطورة. ماذا تفعل يا خالد؟ ماذا تبحث؟ الملعب. ملعب؟ هيا ابحث عن الكلمة. ماذا تقصين يا نجلة؟ عسل. أسد؟ عسل. عسل. لماذا قصصت صورة العسل؟ حرف اللام. أحسنتي. بعدين تعرفنا على حرف النون. الآن سوف نقوم بتشكيل مجموعة سوف تشكل لنا النحلة، والمجموعة التي هنا سوف تقوم بتشكيل ماذا؟ النملة يا سعود. هيا بنا يا أصدقائي لنبدأ العمل. سوف نحتاج إلى الطمس والعيون وبعض الأوراق التي شكلناها على هيئة أرجل وأجنحة. أي حلوين هيا بنا. نحلة ماري. أحسنت. هذه النحلة. هذه نحلة تبنى عن أكملها. أنا صورتي عيسى. أحسنت. ماذا سوف نفعل؟ سوف نضع صمت هنا. أحسنت. كذا. أعطيني الفرشاة يا سعود. ماذا فعلت ريم؟ هاي بيك تعمل ضبوط
نبحث عن نملة. أنا بشوف نملة.